عيد مبارك عليكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. حمية نظام غذائي يرتبط بتطبيق على الهاتف بهدف إنقاص الوزن والوصول إلى أسلوب حياة يحقق صحة أفضل. من استوديو الجزيرة مباشر بالمستشفى الأهلي بالدوحة، أهلا بكم مع الحكيم. تطبيق حمية لتقديم وتوصيل الاحتياجات من الطعام الصحي طوال اليوم وفق سقف سعرات محدد. في حمية قائمة طعام متنوعة تجمع بين الصحي والشهي وما يناسب النباتيين. وصفات حلوى خاصة من حمية بنفس الطعم ولكن ببدائل السكر الصحية. لقطات خاصة من كواليس برنامج مع الحكيم في ختام حلقات هذا الموسم. دائما نبحث عن البدايات الجديدة، وبعد رمضان والعيد كثير يفكرون في هذه البداية. فهناك من التزم نظاما صحيا واستطاع أن يخسر بعض الوزن ويريد أن يحافظ على مكتسباته، وهناك من وقع في مغريات الحلوى والعزيمات وزاد وزنه ويريد أن يستعيد رشاقته. واليوم نخصص هذه الحلقة للتعرف إلى تطبيق حمية الغذائي الذي يساعد على انطلاق البداية المرجوة وبفاعلية. أرحب بضيفتي في الاستوديو أفياء المصري، اختصاصية التغذية ومديرة مركز حمية بالمستشفى الأهلي. كذلك أرحب بالشيف علي نصار الذي سيكون معنا على مدار هذه الحلقة. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الأعزاء أن هذه الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحتي برنامج مع الحكيم على فيسبوك وتويتر. اهلا وسهلا بكم وبضيوفي الكرام، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير شيف علي. ابدا معك ونحن نتحدث عن البدايات الجديده، طبعا نخصص هذه الحلقه لنظام حميه، نستضيفك ونستضيف الزميلات العاملات على هذا النظام على مدار الحلقه، ونتحدث البدايه الجديده التي نبحث عنها دائما بعد كل مناسبه. لماذا يعد نظام حمية هو البداية الأنسب لإنقاص الوزن ولاعتماد أسلوب تغذية صحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج حمية ابتدى على فكرة واحدة، وهي وضع وصفات غنية جدا بالمواد الغذائية، صحية جدا، فيها توازن من ناحية المحتويات الغذائية والسعرات الحرارية. هي وصفات جديدة وبعضها يعني مألوف لكنه معدل بطريقة أو بأخرى ليناسب رسالة حمية. رسالة حمية تعنى ابتداء بتنزيل الوزن، لكن تنزيل الوزن أيضا يتضمن ذلك التحكم بالعديد من الأمراض التي قد يعاني منها الشخص تصاحب زيادة الوزن، كارتفاع الضغط، ارتفاع الكوليسترول أو دهون الدم، وكذلك خلل أو عدم انتظام في ارتفاع سكر الدم. هذه مشاكل عموما صحية تتواجد أو تكون يعني مصاحبة للشخص السمين أو الذي يعاني من وزن زائد. فنظام حمية ابتداء هو عبارة عن قائمة من الوصفات الغذائية غنية المحتوى من المواد الغذائية أو العناصر الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى كونه متوازن جدا، ليس هناك زيادة أو إفراط في عنصر معين على حساب عنصر آخر، يحتوي على جميع المواد الغذائية أو المصادر أو العناصر الغذائية سواء المواد الحيوانية أو النباتية. هو نظام متوازن يناسب جميع أفراد الأسرة، وكذلك يحتوي على تركيز عالي من المواد الغذائية المعالجة التي لها تأثير علاجي بإضافة إلى تحقيق نزول الوزن أو تحكم. وهذا هو مفهوم ومبدأ نظام حمية. سنريد أن يعني نريد طبعا أن نعرف خلال هذه الحلقة كيف يمكن أن يكون شخص عضو ومشترك في نظام حمية وما الذي يحصل عليه مقابل هذا الاشتراك، ولكن أريد أن أعرف من الشيف علي المسؤول والمشرف على الطبخ والمشارك طبعا في طبخ الوصفات في نظام حمية، ما هي الأسس والمعايير التي يتم الطبخ بها في هذا النظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا كاختيار لوصفات حمية بعناية شديدة جدا تحت إشراف كل الأخصائية الغذائية، بنختار وصفات اللي احنا بنتفق عليها، وبعد كده بنديها للأخصائية الغذائية تبدأ تشوف كل المكونات بتاعتها، وعلى المكونات بتبدأ تحدد إن كان في مكونات يجب أن
لا نستعملها ابدا او ناخدها نطلعها من المكونات اللي موجوده في الوصفه، وبعد كده بنبدلها بشيء صحي افضل. يعني احنا بنختار الشيء المحب للناس او الشيء اللي انت بتحبه او اللي انت متعود عليه دايما في حياتك المحبب للناس، وبندي الوصفه للاغذيه الغذائيه. هم قسم الاغذيه الغذائيه بيبداوا يشوفوا كل المكونات بتاعتها ويشوفوا كل المكونات اللي فيها. بعد كده بناخد الوصفه، بعد طبعا الاغذيه الغذائيه بيكونوا خلاص شافوا كل المكونات وادونا البدائل اللي هي الصحيه، بنبدا نعمل عليها تيستينج مرة واثنين وثلاثة لحد ما نحس انه خلاص الوصفة بقت ممتازة او طعمها يعني قريب للطبيعي وهو شيء صحي. بعد تنجح في التيستينج بتاعها خلاص بننزلها في المينيو بتاعنا، وكذلك يعني احنا دايما وابدا بنحاول نجدد في المينيو بتاعنا، وكل الوصفات بتاعتنا قبل ما نبدا نشتغل عليها عملنا تجارب كتير جدا عليها، يعني وعملنا على اساس نستطيع القول انها وصفات محببه للناس ولكن باستخدام طريقه ومكونات تجعلها يعني وهي محببه وشهيه في نفس الوقت صحيه. طيب لكي يعني نقترب أكثر من نظام حمية ولكي يسهل عليك عملية الاختيار بين الوجبات المختلفة للإفطار والغداء والعشاء وحتى الحلويات، أطلقت المستشفى الأهلي تطبيق حمية على الهاتف، ولكي نعرف نشاهد التفاصيل في هذا التقرير. تطبيق حمية الإلكتروني البلاي ستور بإمكان الشخص فقط يدخل اسم حمية وينزل التطبيق، بعد هيك بلاقي نفس المواصفات تقريبا لكنها على الجوال، بإمكانه يستخدم الحساب على الجوال. زي ما أنت شايف لما بنتجاوز الحد الأعلى من السعرات الحرارية على طول بيعطينا تنبيه إنه أنت تجاوزت الحد الأعلى من السعرات الحرارية. إذا كان متجاوز الحد الأعلى ما رح يسمح له في تسجيل الطلب. ما دور أهمية تطبيق حمية في نجاح نظام حمية الغذائي؟ برنامج حمية يختلف عن باقي البرامج التي تعنى بتنزيل الوزن من ناحية جدا مهمة، وهي أن الاختيار يكون على عاتق المشترك نفسه، ويجب عليه في هذه الحالة أن يختار لكل يوم على حدة. يعني أن نحن لا نقدم القائمة كاملة على مدار الأسبوع أو على مدار الشهر أو على مدار فترة الاشتراك، ونطلب من المشترك أن يختار لكل هذه الأيام الوجبات التي يفضلها. نطلب من المشترك أن يختار يوما بيوم. لذلك فوجود هذا التطبيق الإلكتروني يساعده أينما كان وأينما وجد هذا المشترك أن يتسنى له يعني استعراض القائمة واختيار الطعام المناسب له. أيضا يساعده في سهولة وصول الطلب إلينا، يعني هو لا يحتاج أن يبلغنا على الهاتف أو على الجوال يعني برسالة نصية، هو فقط يرسل طلبه بطريقة إلكترونية إلى برنامج حمية. برنامج حمية يقوم من بعد ذلك بأخذ الوصفات كاملة وتحضيرها أولا بأول ويوما بيوم حتى تكون طازجة يعني وتقدم بشكل مباشر. التطبيقات الذكية يسهل في الوقت والتنوع والاختيار. طيب نريد أن نعرف منك كذلك كيف يبدأ الاشتراك في نظام حمية وخطوات تحديد النظام المناسب لكل شخص، ويعني انطلاقا طبعا من بداية قياس الوزن حتى تحديد كمية السعرات المناسبة. تمام. يعني دخلنا في كيفية الاشتراك في حمية، ما الذي يحصل عليه المشترك وكيف يتم تقييمه؟ تمام. يأتي المشترك إلى قسم حمية في المستشفى الأهلي و يعني يعني نستعرض معه تاريخه التغذوي وكذلك تاريخه الطبي لكي نحصل منه على يعني القدر الأكبر من المعلومات حول نظامه الغذائي سواء السابق أو الحالي، والهدف من هذا الاشتراك يعني ماذا يريد هذا الشخص، هل هو تثبيت الوزن، هو نقصان الوزن، هل هو زيادة الوزن، هل هناك أمراض أخرى بجانب السمنة يعاني منها، بحيث أن نأخذها بعين الاعتبار عند تحديد البرنامج الخاص به وما إلى ذلك من هذه المعلومات. وهذا يبدأ
طبعا من جهاز لتحديد الوزن وقياس الكتلة، نأخذه إلى هذا الجهاز. هذا الجهاز جدا متقدم وجدا دقيق، يساعدنا على كشف تكوين الجسم ومن حيث كتلة الجسم، من حيث كمية الدهون المتراكمة، من حيث أيضا السوائل، هل هناك نقص أو زيادة، كمية العضلات في جسم الشخص، وكذلك بالنسبة للأملاح أو العظام، يعني هل هي هناك أملاح زائدة يعني متراكمة، وهذه الأمور جميعها بالإضافة طبيعي للوزن في النهاية وإلى معدل الحرق لهذا المشترك. من بعدها يتم تحديد الخطة أو الهدف من الاشتراك، هل هو فعلا زيادة كتلة العضل لنقل أو التخلص من السوائل الزائدة أو فقط هو مجرد تخلص من الدهون الزائدة، وعلى أساسه نتابع قبل وأثناء وبعد الاشتراك ما هو يعني التغيير الحاصل مع هذا المشترك، وأيضا من خلال ذلك يتم تسجيل معدل الحرق لهذا المشترك من حيث السعرات الحرارية، وتكون يعني هذا الرقم أو هذه النتيجة هذه القيمة هي المحدد خلال فترة الاشتراك، هي التي تلزمه بكمية من السعرات الحرارية يستهلكها يومياً. على مدار تماما يعني هذا النظام يصمم لكل شخص ولكل مشترك على حدة، ليس نظام للجميع، يتم تحديد عدد سعرات يومية لكل شخص تماماً. طيب سنأتي بتفصيل أكثر عن هذه الأمور، ولكن أريد أن أعرف من الشيف علي، يعني بالتأكيد الطبخ يعني هو متعة وفي نفس الوقت يعني تقدم شيء يحبه الناس، ولكن ما الفرق بين أن تعمل شيف يقدم وصفات وجبات صحية وبين الشيف العادي في المطاعم والفنادق، يعني الصعوبات في هذا الأمر؟ الصعوبات في الأمر هي أن احنا لازم نشتغل على ستاندر معين بسعرات حرارية معينة، فمش لازم لا نضيف حاجة زيادة ولا حاجة أقل، يعني زي مدام ما تفضلت وقالت أنه كل مشترك له عدد سعرات معينة في اليوم، فأنا بحاول أشتغل على كل وجبة بسعراتها الحرارية إزاي بالمكونات اللي موجودة فيها، كل مكون موجود عندي له سعر حراري معين، مجرد ان انا زودت فيه او نقصت فيه قل او زاد السعر الحراري اخليت بالنظام. بحاول يعني بيكون عندي المكونات لازم تكون 100% لازم نشتغل عليها، فما فيش عندي، انما بالنسبه للاكلات العاديه انا مثلا اشتغلت في الاكل العادي ما فيش عندي اي قيود، يعني انا شغال حطيت 10 جرام ملح زياده مش مشكله، حطيت اقل ملح زياده مش ما فيش زياده ما فيش مشكله، في زبده في زيت، انما بالنسبه للحميه احنا بنشتغل وبنحاول بقدر الامكان نكون دقيقين جدا في كل اكلنا وكل طبخنا بمقدار، كل شيء بمقدار، كل شيء لازم يطلع من تحت ايد الشيف 100% بسعراته الحراريه اللي هي مطلوبه لكل وجبه، موافق للنظام المتبع من محدد من اخصائيات التغذيه، وفي نفس الوقت يعني لابد ان يكون لذيذ وشهي للمشترك. اللذه الاكل بتكون في حته ان احنا بنضيف اللمسه بتاعتنا احنا بقى في حته البهارات والاعشاب العطريه والحاجات اللي احنا بنضيفها، لمسه الشيف بالزبط. لمسه الشيف علي الشهيره. طيب على كل حال نريد ان نعرف كيف يتم تحضير الوجبات وما هي اليه توصيلها الى كل مشترك في نظام حمية، نشاهد في هذا التقرير. نحن اليوم رح نجهز طلبيه لاحد المشتركين معنا. ما شايفين الأطباق تجهزت ورح نحطها هلأ بالشنطة لتوصل مبردة لعند المشترك. بعد ما جهزنا الطلبية تم حفظها بحقيبة مجهزة أو مبطنة بنظام عازل لحفظ الطعام، وهلأ بدنا ناخدها للسيارة لنقلها لمكان إقامة المشترك. يعني لدينا كثير من التقارير وكثير من الوصفات سنعرضها اليوم لنعرف الناس عن يعني نظام حمية بالكامل، وأريد أن أعرف منك ندخل في تفاصيل النظام نفسه، التطبيق عندما نشاهده كما شاهدنا في التقرير في يعني قائمة متنوعة من الإفطار والغداء والعشاء ووجبات متنوعة،
يعني لو بدأنا بالإفطار وهو طبعا مهم، كيف تحددي المكونات وكيف أن يمكن يعني القيام بهذا التنوع في المحتوى بحيث لا يعني لا يمل المشترك، لا يستطيع أن يأكل نفس الشيء كل يوم، يجد دائما عنده خيارات مختلفة؟ تمام، من مواصفات الإفطار أو طعام الإفطار الصحي هو غناه بالنشويات المعقدة. لماذا؟ لأن النشويات المعقدة بطيئة التحلل، لا يرتفع السكر بشكل مفاجئ، فنبقى يعني على يعني إحساس بالجوع لفترة أطول. وكذلك تحتوي النشويات المعقدة عموما على كمية عالية من فيتامينات باء، وهي تساعد على استهلاك الطاقة ويعني وحرق الطاقة في داخل الجسم وتنظيم الشهية. وكذلك أيضا غناء هذه المواد بالألياف التي تساعد أيضا وأيضا على تنزيل الدهون وتنزيل الوزن وتحكم بارتفاع مستوى السكر في الدم. هذه مواصفات الإفطار الصحي والسليم. لكن هنالك بعض الأشخاص الذين لا يحبون هذه المواد، لنقول يفضلون اللحوم على سبيل المثال، يفضلون اللحوم المدخنة أو الساسج أو مثلا المنتجات الحيوانية مثل المشتقات الألبان والأجبان والبيض وما إلى ذلك. يجب أن يحتوي الفطور الصحي على كمية عالية من النشويات المعقدة بالإضافة إلى كمية جيدة ومناسبة من البروتينات، فيمكن دمج هذان العنصران في وجبة الإفطار. لذلك عندما وضعنا وجبات إفطار حمية يعني حاولنا قدر الإمكان أن تكون متنوعة من حيث يعني مدرسة الطبخ، يعني هي من حيث مدارس مختلفة تماما، هي شرقية أو هي غربية أو أجنبية أو آسيوية. يعني الاختلاف في حمية يساعد الضيف بشكل كبير على انتقاء ما يحب ويرغب، اختلاف وتنوع من ضمن المعايير التي حددناها لوجبة الفطور أن تحتوي على نشويات عالية التعقيد. نعم تمام، بالإضافة إلى مصدر غني من البروتينات لكي نحقق للإفطار غاية وهو تزويد الطاقة بشكل مستمر على مدار اليوم، وتكون وجبة غنية جدا تعطي للجسم طاقته في بداية النهار. طبعا، ولأن الإفطار من الوجبات الرئيسية التي يرتكز عليها نظام حمية والتي تعتبر من مولدات الطاقة للجسم، فيجب أن يحوي الإفطار العديد من العناصر الغذائية المختلفة وفي نفس الوقت تتحدى السعرات الحرارية العالية كما ذكرت أخصائية تغذية أفياء المصري. الشوفان أو وصفة الشوفان والتمر تحقق ذلك بالفعل، نشاهد كيفية تحضيرها في هذا التقرير. وصفة الشوفان مع التمر والمكسرات، ومكوناتها هي عبارة عن بشر جوز الهند، بذور عباد الشمس، سمسم، لوز مقشر، جنين القمح، شوفان، ملح، جوز مفروم، بشر برتقال، عسل، خلاصة الفانيليا، زيت دوار الشمس، تمر، توت بري مجفف، تين مجفف، مشمش مجفف، وزبيب. وتعالوا نخلط مكوناتنا: شوفان، جنين القمح، لوز مقشر، سمسم، بذور عباد الشمس، جوز مقشر، ملح، بشر جوز الهند، وبشر البرتقال، زيت، عسل، خلاصة الفانيليا. نخلطها كويس مع بعضها كده، ناخد كل المكونات بتاعتنا كده بالشكل ده، وهندخلها المكويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين. وبعد ما طلعنا طبقنا من الفرن هيكون ده الشكل بتاعه. هنبدأ نضيف بقية المكونات على الوش. وده هيكون الشكل النهائي لوصفتنا، وبالهنا والشفا. شيف علي، شاهدنا يعني هذه الوصفة وهذا الطبق الثري بالمكونات الغذائية، ويعني في أنواع كثيرة من المكونات. هل الإفطار يمكن أن تنصح ببعض المكونات الضرورية التي يمكن أن نلجأ إليها وتجعل الإفطار يعني لذيذ وفي نفس الوقت صحي؟
الشيء المهم جدا في الفطار الصبح اللي هي المكونات الجافة او الفواكه الجافة. فواكه الجافة بتبقى ممتازة جدا في الفطار الصبح، وانت بتكون بالنسبة لك يعني حاجة محببة ليك لانه فيها حلو وفيها حاجات، مع مثلا كوباية حليب خالي الدسم بتكون ممتازة جدا للفطار الصبح. زي ما اتفقنا انه الشوفان انت غالبا تستخدم الفواكه المجففة في الفطور دايما والحلويات أفضل في الفطور والحلويات لان بتدينا الطعم الحلو وبتخليك انت كحد سعيد، بتحس بسعادة ان انت بتاكل الشيء اللي انت بتحبه وما انتش بتاكل حاجة ضايت او حاجة فيها حاجة معقدة بالنسبة لك ان انت مش محببة او حاجة. فهي الفواكه المجففة بتكون خير مثال للفطار الصبح. طبعا الزبادي قليل الدسم او خالي الدسم، الحليب قليل خالي الدسم، كل المكونات اللي فيها حاجات مش دسمه كتير بتكون مفضله جدا للفطار الصبح للمعده، بتكون عظيم فعلا. الفواكه المجففه يعني صحيه امنه اذا كانت مجففه كسكريات يعني. طبعا اذا كانت مجففه بدون اضافه السكر اليها، يعني مجففه فقط في التجفيف، يعني تعرضها درجه حراره عاليه او حتى تركها في الهواء يعني لتجف. طبعا يعني زي التمر، زي الزبيب، زي البرقوق او الاراسيا او التين المجفف، كلها اذا لم يضاف اليها السكر هي جدا مركزه في المعادن، جدا غنيه بالسكريات البسيطه لكنها طبيعيه، وايضا غنيه بالفيتامينات وكذلك بالألياف، فهي تساعد على هضم أسهل وأريح، وأيضا مزاج كما ذكر شفاعي مزاج طيب. أشكرك جزيل الشكر أفيا المصري اختصاصية التغذية ورئيسة قسم حمية في المستشفى الأهلي. مستمرون معكم، وبعد الفاصل تنضم إلينا اختصاصية التغذية كذلك فرح كلاكش إحدى عضوات فريق نظام حمية، ونشاهد معها للنباتيين أيضا نصيب في حمية، وجبات شهية وصحية بدون سعرات حرارية. أهلا بكم من جديد، نستكمل معكم حلقة مع الحكيم، ونتحدث في هذا الجزء عن النباتيين الذين قرروا أن يكون لهم أسلوب حياة مختلف في وجباتهم اليومية، وربما معظم الأنظمة الغذائية في العالم قد لا تلقى لهم أو تلقي لهم بالا بحجة أنهم يعرفون طريقهم جيدا، إلا أن الكثير منهم قد يمل من تكرار الوجبات أو لعدم احتوائها على العناصر الغذائية الضرورية للحياة. لكن في حمية استطاعوا أن يحلوا المعادلة ويجدوا حلا جعل طعام النباتيين شهيا وأكثر تنوعا. أرحب في الاستوديو بضيفتي فرح كلاكش اختصاصية التغذية بالمستشفى الأهلي، ونجدد الترحيب بالشيف علي نصر. أهلا وسهلا بك فرح، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. تعرفنا في الجزء الأول عن نظام حمية، مشترك يشترك في هذا النظام، لديه تطبيق يختار يوميا وصفات ووجبات إفطار وغداء وعشاء ومتنوعات، يأتيه الوجبات كل يوم حتى المنزل. ونتحدث في هذا الجزء عن نوعية خاصة من الناس اختاروا أن يكونوا نباتيين، ما نصيب النباتيين معكم في نظام حمية؟ النباتيين بالنسبة لنا هن تحدي أولاً. ليش؟ لأنه دائماً منجرب أنه نعطيهم كمية كافية من المكونات الغذائية بالعناصر المحدودة اللي بيقدروا يتناولوها. مثل ما بنعرف الناس اللي بيتبعوا النظام النباتي ما بيأكلوا لحمة، ما بيأكلوا دجاج، ما بيأكلوا سمك، البعض منهم ممكن يتناول مشتقات الأجبان والألبان والبيض، والبعض منهم ما بيتناول هذه المشتقات أبداً. لذلك الأشياء الأساسية اللي بدنا نعطيهم إياها كبدائل بروتين من المصادر النباتية مثل البقول، مثل الفول، مثل العدس، التوفو، الصويا، هيدا الأشياء موجودة نحن عنا بعض من مشتقاتها بحمية. كمان المصادر الأخرى مثل الكالسيوم، الحديد، والفيتامين بي 12 اللي هن دايما بتكون بيعانوا منها بنقص النباتيين، دايما كمان بنحاول أنه ندخل العناصر اللي بتحتوي على هيدي المواد الغذائية بضمن الوجبات الصحية اللي منقدمها بحمية. الشيف علي، يعني الأمر أصبح أكثر صعوبة، يعني تعد وصفات المطلوبة أن تكون شهية وببدائل صحية، وكذلك نخصص لك أن يعني تكون نباتية صرف، كيف تتصرف في هذا الأمر؟
هو ده النقطة أو الجانب الشاق جدا في الموضوع، لأنه إحنا لازم نوصل يعني لازم نختار كل المكونات أو المكونات اللي ننفع ندمجها مع بعضها وتدينا تيست كويس. فبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نشوف الحاجات اللي هي موجودة، الحاجات النباتيين كل المكونات بتاعتهم بنختارها بعناية جدا. إزاي؟ إنه إحنا بنحاول ندمج مثلا ثلاث أربع أنواع مع بعض بحيث إنه في الآخر يطلعوا لنا تيست كويس او طعم كويس. وده شيء بصراحه يعني الحمد لله في البدايه كان صعب بالنسبه لنا، بس دلوقتي الحمد لله في عندنا قيمه كبيره جدا من الحاجات النباتيه، وفي متنوعات باستمرار وبنحاول نجددها ان شاء الله، لانه في عندنا كتير وكتير، وفي لسه كتير تحت التستنج دلوقتي، واحنا عندنا ان شاء الله قيمه نازلين بيها قريب، فعندنا حاجات اختيارات كتير الحمد لله. هنصورها طبعا معاك ان شاء الله أكيد للموسم أكيد القادم أكيد إن شاء الله. ولكن على كل حال ليس كل ما هو نباتي مفيد وكافي غذائيا، يمكن ان يكون صحيا لكن يفتقد بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. طبق الخضار مع اللوز الذي جهزه فريق حمية يعد بمثابة هدية تشجيعية لأصحاب الحميات النباتية، شهي ومتكامل العناصر الغذائية. مع طبق الخضار واللوز ستير فراي، مكوناته هي بروكولي، لوز مقشر محمص بالفرن، فلفل احمر وبصل مكعبات، زنجبيل، ثوم مفروم، سكر بني، زيت الكانولا وزيت سمسم، نشا مع ميه، وصويا صوص قليل الدسم. الاول زيت الكانولا، نضيف بعد كده البصل، ثوم، زنجبيل وفلفل الوان، البروكلي، زيت سمسم، بنحرك شويه نغطى عليه ونخليه ياخد مع بعضه في الستيم بتاعه. وبعد ما سبناه خمس دقايق هنضيف سكر بني، صويا صوص، نشا مع شوية من المية، ده اختياري بس عشان الصوص بتاعنا يمسك شوية. نغرف طبقنا زي ما انتم شايفين، ألوان كتير حلوة صحية. وأخيرا هنضيف حبات اللوز بتاعتنا على الطبق، كل ما دخلين الفرن شوية لمدة 3 دقايق بدون أي شيء. ده هيكون شكل طبقنا النهائي وصحتين مع بعض. وهذه وصفة نباتية صحية في نظام حمية. إذا نظام حمية يقدم وصفات وجبات على مدار اليوم فيها تنوع يستطيع يعني من يشترك ألا يمل فيها. ولكن السؤال هنا، وأنا دخلت على تطبيق حمية وجدت هذا التنوع في الإفطار والغداء والعشاء، ولكن هل الأمر مطروق للمشترك أن يختار؟ يعني مثلا قمت بتحديد لمشترك ما 1000 سعر مثلا يوميا، ضمن 1000 سعر يختار ما يشاء، يختار الكل حلوى مثلا، الكل لحوم، الشربات فقط، أم هناك ضوابط معينة لتوجيه المشترك كيف يختار؟
لما بنشوف نحن المريض بالعيادة أو المشترك قبل ما يبدأ أي نظام دائما بنشجعه على التنويع بالأطباق، يعني حسب هو الهدف اللي حابب يوصل له وحسب كمان وضعه الصحي قد ايه بيسمح له أنه يتناول مثلا كميات بروتين، كميات من اللحوم والأسماك، وكمان دائما بنشجع على الخضار، السلطات، الشوربات اللي دائما تجي مدعمة بالفيتامينات. هلا كل شخص بحسب احتياجه اليومي بضمن هيدي السعرات بيكون مثلا في ناس مسموح لها حصتين من اللحوم، في ناس لا ما بيتحمل جسمها كثير ضعيف ما بتتحمل اكثر من حصه واحده من اللحوم او من الطبق الرئيسي، فالموضوع متفاوت بحسب كثير من العوامل، من العمر، من الوضع الصحي، وكمان حسب قد بيقدر الشخص يتحمل. يعني في ناس ما كثير بتحب اللحمه والدجاج والسمك ولا بتحب السلطات، بنحاول ندخلهم بالتدريج ولكن بكميات معتدلة. يعني حتى يفهم المشاهد هذه النقطة، هو اشترك في حمية لديه القائمة يوميا يختار موجودة. الوصفات التي يريدها وتصل إليه في اليوم التالي. صح. هذه الوصفات مفتوحة ومتنوعة، يستطيع أن يختار ما يشاء خلال أو ضمن السعرات المحددة له، ولكن أنت تنصحي بألا يكثر مثلا من صح. الخبز والرز وما غير ذلك. يعني نحن الكميات يعني بننصحه بعدد الحصص المفروض ياخذها باليوم. يعني انا ممكن اقول له مره بالاسبوع ممكن تاخذ حلو اذا كان مثلا مريض سكر واندر كنترول، يعني قادر يعمل تنظيم للسكر بالدم. اذا مش قادر اكيد رح نجرب قدر المستطاع انه يمتنع عن هيدي الحلويات. ممكن مثلا مريض بياخذ دواء الورفرين يمكن ما بيناسبه الورقيات الخضراء، انا بعطيه البدائل الموجوده بضمن هيدي القائمه من السلطات او الشوربات لعشان يقدر ياخذ من الخضار المسموحه مع هيدا النوع من الدواء. فالموضوع مختلف ونتحدث عنه. اكيد على ذكر الشوربات، يوجد في نظام حميه تنوع كبير وانواع متعدده جدا من الشوربات ما بين شرقي واسيوي وغربي، وطبعا الشوربة أصبحت من الأطباق الرئيسية على موائد حمية، فهي من أهم الأطباق التي تمنح الجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها دون أن تتورط في سعرات حرارية تحتاج لمجهود عنيف للتخلص منها. ومن هذه الشوربات شوربة اللحم مع الفاصوليا السوداء. شوربة اللحمة مع الفاصوليا السوداء والخضار، مكوناتها هي لحمة مفرومة بدون دهن، ريحان فريش، ثوم، كرفس، جزر مقطع، عصير طماطم، فاصوليا سوداء، بصل أخضر، كمون، أوريجانو، شطة حمراء ورشة ملح، شوربة فراخ أو دجاج. هنبدأ الأول بنضيف اللحمة مباشرة، بنضيف معاها الثوم والكرافس، وبعدين بنضيف الجزر، الأوريجانو، كمون، شطة حمراء ورشة ملح. بيفضل يكون الملح بتاعنا ملح بحري. هنقلب كل المكونات، بعدين نضيف عصير طماطم وشوربة الدجاج. فاصوليا السوداء بتاعتنا بتكون يا إما بنسويها في المية يا إما بنجيبها اللي هي بتكون جاهزة ونضيفها مع المكونات، تسيبها تغلي على النار من 7 لـ 8 دقايق. بعد ما غليت الشوربة بتاعتنا مع البصل الأخضر، وده هيكون شكل طبقنا النهائي. وصحتين وعافية. شيف علي، يعني تذوقنا كثير من هذه الوصفات أثناء التصوير أو أثناء إعداد الحلقات، وبالفعل هي يعني شهية ولذيذة وفي نفس الوقت صحية. ولكن إذا يعني حاولنا إعداد هذه الوصفات بهذه المكونات في المنزل،
لا تخرج أو لا تكون النتيجة بهذا الشكل. فأعطنا بعض الأسرار التي تساعد يعني عمل هذه الشربات وهذه الوصفات، ويعني نستطيع أن نتذوق يعني ليس الحمية ليست ذنب يعني. هي بس الحتة في التكنيك، التكنيك اللي هو احنا ممكن نحط مكون قبل مكون يغير كليا وجزئيا طعم الحاجة. قبل يعني ممكن نحط مثلا الزيت، ممكن نحط البصل قبل الزيت او الزيت قبل حاجة، يعني فاهم يعني احنا بنحاول حتى ترتيب وضع المكونات. ترتيب وضع المكونات ده شيء اساسي ومهم جدا يديك الطعم بتاع الطعم اللي انت عايزه. ممكن نحط مثلا، انت ممكن تحط الفلفل الاسود في الاول، ده بيدي مرارة للاكل. بعد كده ممكن تضيف مكون اساسي في بالنسبه للوصفه في اخر حاجه، هو المفروض ينضاف في الاول، لان مثلا زي البصل والحاجات دي لازم تتعمل سوتيه مع الـ مع الـ مع الـ مع الثوم وكده، لازم يتعمل سوتيه في الاول مع الزيت او حاجه عشان يدي لك الطعم كويس. في ارشادات معينه او يعني حاجات معينه شهيره او دايما بتستخدمها حاجتين ثلاثة كده نديهم سر يعني سرين ثلاثة من أسرار الطبخ الصحي؟ هو أنا دايما في وصفاتي بحاول بقدر الإمكان الأعشاب العطرية رقم واحد. الأعشاب العطرية، العشب العطري بالنسبة للوصفات بتاعتي يمكن بتلاقيها يعني كتير جدا في وصفاتي. ليه؟ لأنه هي بتدي الريحة بتاعت الريحة للحاجة أو وأنت بتفتح الطبق بتاعك عشان تاكله بتشم ريحة كويسة للأكل. والحاجه الثانيه الملح طبعا بنقلله جدا على قد ما نقدر، وبنستبدله بالحاجات الطبيعيه. الفلفل او الفلفل الاسود او الشطه الحمراء هي مكون بالنسبه لمكوناتنا، مكون اساسي في مكوناتنا، في وصفاتنا كتير، لان هو بيدي طعم وفي نفس الوقت هو بالنسبه للحميه هو ممتاز للحميه، بينزل في الوزن وحاجات اللي هو الفلفل الشطه الحمراء الحرق والفلفل الاسود. زيت السمسم طبعا بالنسبه لنا جدا ومهم، مهم جدا. بنحاول نستخدم الزبده بس قليله الدسم، بس بقدر قليل جدا عشان تدينا الطعم الكويس، لان انت عشان تحس بطعم في الاكل في وجباتك بالنسبه للدجاج واللحوم والحاجات دي لازم، هتلاقي في وصفاتنا كتير زبده بس خاليه الدسم او قليله الدسم، زبده نباتيه. فهي الزبده قليله الدسم تدي لك طعم كويس للاكل. احنا الاعشاب العطريه ممتاز، يعني مكافاه ليك على الاسرار اللي خصتنا بيها. احنا عاملين لك تقرير اثناء اعداد الوصفات، بالتأكيد وقعت بعض الأخطاء خلف الكواليس. خلينا نشوف التقرير، مكافأة للشيف علي. شكرا. بسم الله. بسم الله. تيست البتاع ده اسمه ايه بالعربي؟ تودبري. تودبري صح. اهلا بكم. على طول كده. شرب. انت بتلخبطني. كمان واقف قدامك وما بتشيش كله. ابدا منين دلوقتي؟ احمد على كده. عيد يلا عشان تطلع دي المكات. يلا 1 5 4 3 2. شرب ايه؟ انا بعمل تيست بس اول من الاول خالص ولا ساعتين وبعد ما بيخرج من الفرن ده بيبقى شكل الطبق النهائي وصحه وعافيه. وتعالوا مع بعض نشوف المكونات دلوقتي. اهلا بكم من جديد مع وصفتنا. انا وده هيكون شكل طبقنا النهائي، سلطة السلمون مع السبانخ وبالهنا والشفا. شيف علي، انت بتحضر الوصفات بشكل ممتاز، بس تحضيرك للكاميرا دايما بيبقى فيه ارتباك. بس بعد يعني فترة من التصوير اعتقد الامور بقت هي بتبقى في الاول في اللي هي يعني دايما وابدا الرهبه بتاعه الكاميرا او الحاجه، واحنا بيبقى في ناس واقفه قدامي، ويعني بتبقى شويه صعب عليك ان انت بتتكلم قدام حد. ف لما بكون شغال مع نفسي في المطبخ طبعا ببقى عارف انا بعمل ايه ورايح فين ومفيش يعني، ببقى شغال بس ما حد يعني بيشوفني او كده، لازم اكون جدا دقيق اكثر. طيب فرح بالحديث عن حميه وطريقه اعداد الوصفات والاسرار في اعداد طعام صحي. يعني كثير مثلا يتحدثون على الانترنت يعني يرفضون
اطلاقا استخدام البروكلي، يقول لك يعني شوربه البروكلي او اكل البروكلي حتى لو هنقص 10 كيلو مش عايز بروكلي. في فعلا يعني حاجات صحيه او وصفات مكونات صحيه ولكن بتكون مزعجه، يعني ليس من السهل طبخها بطريقه مناسبه. فهذه الامور يعني يتم التعامل معها كيف في تحديد وصفات حميه؟ اكيد نحن دائما ناخذ بعين الاعتبار شو الشائع، يعني شو الاشياء اللي الناس ممكن تحبها، اللي بنجرب قد ما بنقدر انه نحسن من طعمها بالاعشاب العطريه اللي بيحكي عنها الشيف علي. بنحاول دائما انه نشجع المريض على فوائدها قد ما بنقدر. يعني لما نحكي مثلا عن الوصفة اللي تصور انعرضت من شوي، البروكولي هي المكون الأساسي فيها، فمع الأعشاب مع زيت السمسم مع المكونات الثانية رح تعطينا طعم حلو. ننصح المشترك انه يجرب على الأقل مرة، ونحن القائمة بتتغير كل أسبوع. يعني القائمة بتاخدوا بالاعتبار يعني شكاوى المشتركين ان هذه الوصفة ليست جيدة، ان هذا القسم ليس فيه تنوع مثلا؟ أكيد بالبدايات كنا دائماً عم نسمع مثلاً الناس عند الوصفات الجديدة المبتكرة، يعني ما كتير بتلقى قبول من الناس بالبداية، ولكن مع الوقت بتتحسن. ونحن دائماً عم نعمل على تحسين الجودة وتحسين الشكل والطعم، كل شيء عم يتحسن، وبالتالي عم نكون دائماً عم نسعى أنه نكسب ساتسفاكشن أو رضا المشتركين بشكل عام. أكيد أشكرك جزيل الشكر فرح كلاكش، اختصاصية التغذية بمستشفى الأهلي. ونواصل معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل تنضم إلينا أماني النجار، كذلك اختصاصية التغذية في المستشفى الأهلي وإحدى عضوات فريق حمية، ونتابع معها الحلويات والسعرات الحرارية في حمية، حلويات أكثر تنوعا ووزن أقل. أهلا بكم من جديد في آخر فقراتنا اليوم من برنامج مع الحكيم. قليلون هم الذين يستطيعون أن يتمالكوا أنفسهم أمام وهج الحلويات حتى لو كانوا يسيرون على حمية غذائية قوية، فقطعة حلوى صغيرة قد تكلف جهدا جهيدا لإحراق ما نتج عنها من سعرات حرارية قد تحبطه لعدة أيام حتى يتخلص منها. لكن هناك خيط رفيع استطاع فريق حمية أن يتوصل إليه يربط بين عدم الحرمان مما نحب من حلويات وبين النظام الغذائي الذي نتبعه. أرحب بضيفتي أماني النجار، اختصاصية التغذية بالمستشفى الأهلي، ونجدد الترحيب كذلك بالشيف علي نصار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما هي أهم ضوابط إعداد الحلويات في نظام حمية الغذائي؟ طبعا احنا بحمية كنا حريصين على وجود الحلويات اللي هي نقطة ضعف الناس انها تكون موجودة طبعا، وما بدنا نحرم منها، لكن في ضوابط معينة كانت موجودة لحتى انه ندخلها. فأكيد يعني إذا كان في الحليب أو الجبن أو الكريمة كانت قليلة الدسم أو خالية الدسم، السكر المضاف يعني حاولنا قد ما يكون إنه كميته أقل من الوصفات العادية، أو إنه نستبدله بأنواع أو بدائل السكر مثل السكر البني أو سكر ستيفيا أو عصير القيقب أو أنواع تانية بتكون أقل بالسعرات وأفيد للشخص وما بدي يعني بيكون نسبتها أقل بالوصفات. كمان كنا حريصين على وجود المكسرات والفواكه المجففة عشان تعوض قلة الحلاوة في طعم الحلويات، وبالإضافة إنها بتعطي يعني بتزود بالمغذيات والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم. عظيم شيف علي، كما تحدثنا عن يعني بعض الأسرار في إعداد الوجبات الرئيسية وتكون يعني صحية وشهية، هل هناك أسرار أيضا في صنعة الحلوى باستخدام ما ذكرته أماني من بدائل ويعني بدائل عن السكر تجعلها مسكرة وفي نفس الوقت حلوة وصحية؟ احنا جينا للجانب الصعب جدا في الموضوع، الجانب الحلو ده يعني يعتبر أصعب حاجة بالنسبة لي في تحضير الوصفات. بنحاول بقدر الامكان نطلع الوصفه بالطعم الحلو اللي انت بتحبه وبالسكر اللي انت عايزه، بس بالشيء الطبيعي. ازاي؟
انه يعني انا شلت السكر نهائي، بستخدم ستيفيا اوقات، وبستخدم العسل النحل، عسل النحل الطبيعي في وصفات كتير عندي. وطبعا كل الكيكات اللي بستخدمها كله حاجات خالية الدسم. فالشيء المركز عندي والمهم جدا في الحلويات، بستخدم البدائل الصحية من الفواكه الطازة او العسل الطبيعي او ستيفيا. دي الحاجات اللي انا بحاول بقدر الامكان استخدمها في الحلو بتاعي، وبتديني طعم اللي انا عايزه بالنتيجة اللي انا عايزها، بس بالطريقة الصحية. فده بالنسبة لي بيكون شيء مهم، ان انا اطلع لك شيء انت بتحبه بالطعم اللي انت بتحبه، بس بالطريقه الصحيه اللي انت المفروض تاخدها، او اللي انت بتحافظ على صحتك. وربما يكون الاصعب كذلك هو يعني عمل بعض الوصفات الشعبيه المشهوره بطريقه صحيه، كما سنشاهد مثلا طبق البلاليط، وهو مشهور في جميع دول الخليج، ويقدم على الافطار عاده كما يقدم كتحليه في شهر رمضان، وقد تختلف طريقه تقديمه من دوله لاخرى. نتابع مكونات البلاليط وطريقة إعداده بطريقة صحية. ومع طبق من أطباقنا الرمضانية الصحية، وهو طبق البلاليط، ومكوناته هي عبارة عن شعرية، مية للسلق، بيض اختياري، عسل، ملح، ماء زهر، هيل مطحون، وزعفران. وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل طبقنا ازاي. بنضيف الشعرية بدون زيت، نحمصها شوية في الحلة، وبعدين هنضيف المية بتاعتنا. بعد ما تأكدنا أن الشعرية بتاعتنا استوت، هنبدأ نضيف بقية مكوناتنا: زعفران، هيل مطحون، سنة رشة ملح، وماء زهر، ونقلب كل المكونات مع بعض. وهنجهز البيض، وده اختياري مع البلاليط، بس رشة بسيطة من زيت الزيتون. هنضيف شوية من البيض، وفي النهاية بس بنضيف شوية من العسل، وبكده هيكون الشكل النهائي لطبقنا. وصحتين وعافية. نعم، في نظام حمية لدينا كثير من الخيارات من الحلويات، ولكن بشكل عام كيف نستطيع أن نتحكم في هذه الشهوة وهذه الرغبة في تناول الحلويات؟ الزائر او المشترك باول زياره لنا بالعياده يعني في شرح له انه بيقدر يختار من اصناف الحلويات، لكن يعني يختار صنف واحد في اليوم، او انه مثلا حسب حالته اذا كان عنده سكري او مثلا مقاومه انسولين، انه يختار صنف بيوم او مثلا يومين لا. ففي ارشاد وفي متابعه للمشترك في حمية. وإذا كان متعود أو عنده إدمان على الحلويات، إنه بالتدريج إنه يقلل استهلاكه أو تناوله للسكريات للحلويات كمان. فالطعم الحلو موجود في الحلويات، وطعمها شهي وفيها فواكه مجففة، فيعني الطعم اللي متعود عليه موجود. نعم. لكن لازم يكون في تقنين لل يعني نظام السكرية. حمية هو ليس فقط لإنقاص الوزن، ولكن هو نظام صحي حتى يناسب مرضى السكري كما تقولي، يناسب وكثير السكري. ممن يعانون بعض المشاكل الصحية.
الوقت انتهى. أشكرك أماني النجار، اختصاصية التغذية في المستشفى الأهلي، وكذلك أشكر الشيف علي نصار، يعني شيف وصفات حمية في المستشفى الأهلي. أشكركم طبعا، أشكر مشاهدينا، وكل عام أنتم بخير. في العمل الإعلامي النجاح هو جهد تراكمي تقوم به مجموعات متكاملة من الأفراد بأدوار مختلفة، وخلف الكواليس يختفي جزء كبير من هذا الجهد، وهذا ما يحدث مع برنامج مع الحكيم الذي يختتم هذا الموسم محققا نسب مشاهدة عالية ومهنية وصدقية في نقل المعلومة وتطبيقها شهد بها الجميع. نجاح ساهم فيه كثيرون، رحل منهم البعض وأكمل المسيرة آخرون، وانضم إلينا زملاء جدد ساعدوا على ضخ أفكار وآراء جديدة من أجل أن تتضح الصورة أكثر وتصل المعلومة بصورة أدق. في التقرير التالي جزء من كواليس النجاح لبرنامج مع الحكيم، أترك حضراتكم مع هذا التقرير الذي لخص جزء من مشوار هذا البرنامج. دمتم في رعاية الله وحفظه. الجزيرة مباشر بالمستشفى الأهلي بالدوحة، أهلا بكم مع الحكيم.